كاينش فينا اللي ملي كان صغير فاق واحد الصباح باش يمشي يقرا وقال كون غير ما كانش المدرسه، وراه حاجه طبيعيه هذيك النعسه ديال الصباح راه كتكون زوينه وسيرتو ملي كيكون الجو بارد. داكشي علاش هاد المره غادي نحاولوا نعرفوا شكون هذا ولا هادو اللي بداو فكره المدرسه وكيفاش تطورات. المدرسه ايكول بالفرنسي او لا سكولا باللاتينيه هي واحد المكان اللي مخصص للتعلم واللي كيكون عندها نظام معين على حساب دروس اللي كتقرا فيها. المدرسة جات من حضارات اللي قديمة بزاف بحال الحضارة المصرية اللي تلقاو أثار كيتبتو أنه كانت عندهم مدرسة بواحد الشكل من الأشكال، وحتى في الحضارة الهندية القديمة. داك العصر يعني في حوالي 4000 سنة قبل الميلاد كانوا الكهنة المصريين كيقريو بعض أساسيات الحساب والدين للدراري الصغار ديال العائلات اللي مهمين واللي لاباس عليهم. كانوا الأولاد كيتعلموا في الوراق ديال البردي وكيكتبوا فيه بالنبيد، أما البنات فكانوا كيتعلموا الغناء الرقص والعزف على الآلات الموسيقية. من بعد وتقريبا هذه 600 سنة قبل الميلاد اليونانيين بدأوا في التعليم ديال النحو للشباب اللي الوالدين ديالهم لاباس عليهم. من هنا بدأوا كيبانوا بزاف ديال الفلاسفة وبان حتى المفهوم ديال التعليم بالطريقة اللي كتشبه شوية الطريقة اللي كنعرفوها دابا، يعني واحد التعليم في مجموعة اللي فيها أستاذ وتلاميذ، وكان هاد التعليم كيتميز بالحكمة والطريقة ديال التفكير. هادشي كامل اللي وصل له التعليم والمدرسة بقى كيتطور غير شوية بشوية. احتاج شارلوماني اللي هو امبراطور في الامبراطورية الرومانية المقدسة واللي شد الحكم سنة 800 ميلادية وعطى واحد النقلة النوعية للتعليم والمدرسة. فبالنسبة لأي امبراطور أو ملك أهم حاجة كانت هي الحرب ويطور الجيش دياله، ولكن شارلوماني كان ديما كيتطرح عنده سؤال ديال التعليم، لهذا حاول يعطي المدرسة واحد المكانة خاصة وبغى كل شي يكون عنده الحق في التعليم. فقرر باش كل كنيسة يكون عندها جوج مدارس، وحدة داخلية بالنسبة للناس اللي متدينين ووحدة للعموم. وكانوا هاد المدارس كيتعلموا فيهم الأغاني الدينية، الصلاة، القراية والكتبة. شارلوماني مشى أبعد من ذلك ودار مدرسة في القصر ديالو إكس لا شابيل اللي كانت خاصة بولاد الطبقة الراقية، ولكن كان مرة كيدخل معاهم شي فقراء باش يتعلموا. المسلمين حتى هما كان عندهم دور في تطوير النظام التعليمي بالمعنى المتطور، وكان التركيز فيها على الطريقة المنهجية لتدريس ونشر المعرفة. في الأول كانوا المساجد هما اللي مكلفين بكل شيء، التعليم الديني والأنشطة التعليمية، ولكن في القرن التاسع ميلادي دارت المدرسة اللي كانت مستقلة على المساجد تماما بحال القراويين اللي تبنات تقريبا سنة 859، وكانوا أول من داروا نظام تعليمي في بيئة عامة تحت السيطرة ديال الحاكم اللي كان هو الخليفة ديك الساعة. وفي عهد العثمانيين مشاو بعيد وداروا مجمعات اللي كنتي كتلقى فيها مساجد، سبيطارات ومدرسة، مطابخ وأماكن ديال الأكل، وهذا الشيء كامل مجانا باش يطوروا النظام التعليمي ويسهلوا على كل شيء يجي يتعلم ويقرأ. هذا الشيء كامل اللي هضرنا عليه كان مجرد تطور ديال النظام التعليمي والمدرسة، ولكن الأمور ما تغيرت ديال بصح حتى لنهاية القرن التاسع عشر وبالضبط في سويسرا ملي فرض الدستور الاتحادي ديالهم سنة 1874 على كاع الكانتونات اللي هما بحال لا قلتي الاقاليم ديالنا ان التعليم يولي الزامي وعلماني، يعني خارج على الكنيسه. نفس الشيء في فرنسا سنه 1881 رجع جول فيغي اللي كان ديك الساعه وزير التعليم العام والفنون الجميله المدرسه اجباريه علمانيه وفابور، وهذه كانت البدايه ديال المدرسه العموميه بالمفهوم ديالنا دابا. ولكن كيبان ليا في هاد الايام قربنا نساو شي حاجه سميتها المدرسه العموميه خصوصا في هاد البلاد. هذه كانت أهم المراحل اللي دازت منها المدرسة أو النظام التعليمي، وما نساوش أنه اليوم وخا حق التمدروس مسجل في المادة 28 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فرا مازال بزاف ديال الأطفال حول العالم اللي ما واخدينش حقهم. وما نمشيوش بعيد، راه كاينين شي وحدين غير حدانا. تهلاو ونتلاقاو في الحلقة الجاية.